وجودي والشعر أبحر في غرام محمد. أحمد ربي جل وعلا، أحمده حمد الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون، طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تعالوا بنا أحبتي في الله نتكلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب النبي ونحب آل بيت النبي، بل إننا نتعبد بحبنا للنبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عن رسول الله تتعطر المجالس بذكره، إنه ربي خير الخلق صلى الله عليه وسلم. نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية حول إنما أنا رحمة مهداة. نتكلم حول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، ونتكلم عن رحمته بالأطفال، ونتكلم عن رحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه، ونتكلم عن رحمة النبي بالأمة يوم القيامة. الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع المثل في رحمته بالنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مما أجد من وجد أمه لبكائه. النبي يصلي بالناس ويريد أن يطيل في الصلاة، فيسمع صبيا يبكي ويعلم أن الأمة يرق قلبها لولدها وتتعلق بولدها وتتحرك مشاعرها تجاه ولدها، والصبي طفل صغير يبكي، فإذا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى على الأطفال والنساء، فيتجوز النبي في الصلاة رحمة بالأم ورحمة بالطفل، إنه ربي صلى الله عليه وسلم. الحبيب المحبوب يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. أيها الأحبة في الله، الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمته بالنساء تتجلى في جميع جوانب الحياة. النبي رحيما بزوجاته، النبي ذات يوم والحديث صحيح يجلس في بيته فتأتي زوجته الأخرى سودة، تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتجلس مع النبي عند عائشة، تقول عائشة: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يضع النبي رجله اليمنى في حجر عائشة واليسرى في حجر سودة، وإذا بعائشة تعد طعاما يسمى بالحريرة. الحريرة هذه اليوم طعام أهل المغرب، يطعمون هذا الطعام في رمضان. هذا الطعام عبارة عن سائل يجمع أو تجمع المرأة الماء وتجمع الدقيقة وتأتي بشيء دسم، وتجعل هذا المزيد بعضه بعضا وتقوم بطهيه، فهو طعام جميل. تقول عائشة لسودة: تناولي مع الطعام. فأبت سودة أن تتناول مع الطعام، لا حاجة لها في الطعام. فتقول عائشة: كلي وإلا لطخت وجهك بهذا الطعام. فإذا بها تأبى ولا تأكل، فتضع عائشة يدها في الطعام فتلطخ وجه سودة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع رجله من حجر سودة حتى تستقيل، أي حتى تأخذ الحق لنفسها، فتقوم سودة فتضع يدها في الطعام
فتلطخ وجه عائشة والنبي يضحك صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الرحمة المهداة، لو أن أحدنا يتزوج بامرأتين وحدث ما حدث، إنه سيضرب إحداهما وينهر الأخرى وتكون مشكلة لا حل لها، إنما النبي يضحك ويفرح ويسعد بهذا الموقف، إنه وربي خير الخلق صلى الله عليه وسلم. النبي من رحمته بعائشة يداعب عائشة ويكلم عائشة ويسابق عائشة في بعض الأحيان، بل إنها تقول إني أشرب والنبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيضع فمه مكان فيا، أي النبي يتحرى مكان شرب عائشة ويشرب منه الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، كان رحيما بالنساء صلى الله عليه وسلم، بل إنه من رحمته وتواضعه كان يعمل في مؤنة أهله صلى الله عليه وسلم، يعمل مع أهله صلى الله عليه وسلم. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تتعدى رحمته حتى بمن يرتكب الجرم، الرجل يتعدى حد من حدود الله فيرتكب جريمة الزنا، والمرأة ترتكب جريمة الزنا. انظر ماذا فعل النبي مع ماعز والغامدية. الغامدية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة مسلمة، لعب الشيطان برأسها ووقع عليها رجل فزنى بها، فحملت من هذا الزنا والعياذ بالله، فإذا بها تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول طهرني يا رسول الله. النبي من رحمته وشفقته حتى بالمخطئ يقول لها صلى الله عليه وسلم اخرجي واستغفر الله، فترجع إليه مرة ثانية يا رسول الله طهرني، يقول اخرجي واستغفر الله، فترجع في الثالثة يا رسول الله طهرني من الزنا، يا رسول الله إني حبلى من الزنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي حملك. ما عنفها النبي وما نهرها وما شتمها وما ضربها، إنه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تخرج المرأة وهي في ألم شديد، لأن المعصية لها شؤم وللمعصية حرارة في قلب المؤمن، هي تتألم ألما شديدا، ستنتظر أشهر عديدة حتى تضع هذا الحمل، وتظل بالليل والنهار في ألم، ثم تأتي بعد أن وضعت الحمل للنبي صلى الله عليه وسلم وتحمل طفلها في خرقة وتقول للنبي هذا ولدي قد وضعته يا رسول الله. فإذا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما قام عليها الحد على الفور، ولكن النبي من رحمته بطفلها ومن رحمته بها قال اذهبي حتى ترضعي حتى تفطبي، فذهبت المرأة وأرضعته حولين كاملين حتى فطم الولد، وجاء يمشي مع أمه وبيده كسرة خبز، فإذا بها تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم أن المرأة تكون في قلق شديد على ولدها، من سيرعاه، كيف يكون حاله بعد وفاتها، فإذا بالنبي يعطي الولد لأحد أصحاب النبي حتى تستقر أو يستقر وجدان المرأة حتى تطمئن على ولدها أنه سيتربى في بيوت المسلمين. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليها حد الرجم، فتوضع في حفرة ويقام عليها الحد، ويطهرها النبي بهذا الحد من جريمتها. إن النبي بعد أيام جاء لأصحابه وقال لهم استغفروا للغامدية، استغفروا لها، فقالوا اللهم اغفر لها، فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والله إنها قد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، إنه وربي خير الخلق بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا ماعز يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهرني يا رسول الله، يقول اخرج واستغفر الله، فيأتي إليه طهرني، يقول اخرج استغفر الله، فيأتي إليه في الثالثة يا رسول الله طهرني من الزنا يا رسول الله. ما قام عليه الحد مباشرة ليبين النبي أن الدين الإسلامي
دين لا يقتل الناس ولا يقطع أيدي الناس مباشرة ولا يقيم الحدود مباشرة، بل إن النبي من رحمته أنه يقول له اذهب واستغفر الله، حتى إنه قال زنيت يا رسول الله طهرني من الزنا يا رسول الله. فإذا بالنبي يقول لأصحابه أبي صاحبكم جنون؟ قالوا بل من أعقلنا يا رسول الله. قال لأحد الصحابة استنكه، يعني شم رائحته لعله شرب الخمر، فشمه فلم يجد منه شيئا، لم يشرب الخمر يا رسول الله. تبين وتأكد النبي أنه رجل عاقل ولا يشرب الخمر، وأنه أقر بهذه الجريمة وهو في كامل قواه العقلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ولما مات ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن ماعز قد تاب توبة لو قسمت على الأمة لوسعتهم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأطفال، فبالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فجاء إليه أسامة بن زيد. جاء أسامة وكان طفلا صغيرا فأجلسه النبي على رجله اليمنى، ثم جاء الحسين بن علي فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على رجله اليسرى، وإذا بيديه الحانية صلى الله عليه وسلم يضم الحسين إليه ويضم أسامة إليه صلى الله عليه وسلم برفق ولين وحب وعطف، وإذا بالنبي يدعو لهما ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما. النبي يدعو لأسامة بالرحمة ويدعو للحسين أن يرحمه الله عز وجل. النبي بحق رحمة مهداة. الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الأقرع بن حابس فيرى النبي يقبل الحسن فيقول لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وأعظم من ذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقي أن الحسن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الحسين وكان طفلا صغيرا، يروي الحديث أبو ليلى يقول جلس النبي واتكأ صلى الله عليه وسلم على الحائط، وإذا بالحسن أو الحسين يأتي فيصعد فيجلس على صدر النبي وبطن النبي، وإذا بالنبي يداعبه ويلاعبه ويضحك معه النبي حتى يضحك الحسن ضحكا كثيرا حتى من كثرة ضحكه بال على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ليلى فأردت أن أخذه لأنه بال على النبي محمد، فردني النبي وقال لا تفزع ولدي، دعه لا تفزع ولدي اتركه. يقول أبو ليلى وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل بوله على بطن رسول الله. إنه وربي الرحمة المهداة كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما بالأطفال وبالنساء وبكل المخلوقات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعدت رحمته للمخلوقات وللحيوانات. الحبيب محمد يرى هرة قد أقبلت عليه، والنبي أتي إليه بماء ليتوضأ، الماء أمامه والهرة تريد الشراب من هذا الماء، ماذا فعل النبي؟ ماء وضوء النبي قدمه للهرة حتى تتناول الشراب، وشربت الهرة قبل النبي، ثم توضأ النبي بعدها. فأخذ العلماء حكما أن سور الهرة يصح الوضوء منه فهو طاهر. توضأ النبي وقدم الهرة على نفسه صلى الله عليه وسلم، هو رحيم صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوانات. ابن مسعود يقول كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق النبي لبعض حاجته، أي تركهم النبي، فرأينا حمرة، الحمرة طائر، يقول فأخذنا فرخيها، معها فرخين أي ولدين لها. قال الصحابي ابن مسعود فأخذنا فرخيها فجعلت تعرش أي تهيج وتتحرك،
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآها فقال: من فجع هذه بولدها؟ انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الحبيب بهذا الطائر، من فجعها بأولادها؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا عليها أولادا، إنه ربي سيد الخلق الرحمة المهداة. يقول الرجل: رأينا واديا من النمل فحرقناه. فقال النبي: من فعل هذا بالنمل؟ قلنا: نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إنه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح ورواه أبو داود. الحبيب محمد رحمته صلى الله عليه وسلم تعدت إلى كل شيء، حتى في حالة القتل النبي رحيم. يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. النبي تتجلى رحمته حتى بالمخطئ. قد يكون النبي رحيما ببعض الناس، لكن رحيم عند الخطأ. نحن نعلم أن العقاب يكون بعد الخطأ، أذنب العبد ينال العقوبة، لكن يخطئ ويكون النبي رحيما به؟ نعم يكون رحيما به. يتكلم رجل عن نفسه، رجل يدعى معاوية ابن الحكم السلمي. معاوية يقول: كنت حديث عهد بالإسلام، بينما أنا أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل بجواري يعطس، عطس الرجل فقلت له: يرحمك الله. يقول: فرمان الصحابة بأبصارهم، أي نظروا إلي، فقلت: ما لهؤلاء ينظرون إلي هكذا؟ فضرب الصحابة على أفخاذهم، فقلت: ما لهؤلاء يضربون على أفخاذهم هكذا؟ فأخذوا يصمتونني فسكت. يقول: بعد انتهاء الصلاة: والله ما رأيت معلما قبل ولا بعد رسول الله ما كهرني وما شتمني وما ضربني، ولكن قال: إن الصلاة ذكر وتسبيح وتكبير لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما رأينا معلما على وجه الأرض أفضل من رسول الله. الحبيب المحبوب يأتي إليه شاب يريد الزنا، فيدنيه النبي صلى الله عليه وسلم منه، يقربه إليه حتى يكلمه بسر، حتى لا يسمع أحد هذا الشاب وهو يكلم رسول الله. يريد أن يرخص له النبي في الزنا، لا يستطيع التحمل، هو شاب صادق مع نفسه. جاء إلى رسول الله فأدناه منه، فقال له الحبيب محمد: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. فقال النبي: هكذا لا يرضون الناس لأمهاتهم ولا لبناتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة الشريفة على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله ولم ألتفت إلى شيء من ذلك. دخل على النبي ولم يكن أحب إليه من الزنا، وخرج من عند رسول الله ولا شيء أبغض إلى قلبه من الزنا، برحمة النبي وحكمة النبي ورأفة النبي وحلم النبي هدى الله هذا الشاب. رجل آخر ومشهد جميل، رجل يحب النبي محمد. هذا الرجل كان فقيرا، كلما ذهب إلى السوق وجد شيئا يريد أن يشتريه لرسول الله، وجد حلة، وجد ثوبا، وجد نعلا، يريد أن يشتريه إلى رسول الله محبة في رسول الله، لكنه رجل فقير ليس معه شيء. وذات يوم دخل السوق فوجد حلة جميلة، فقال: أريدها لرسول الله، أريد أن يلبسها رسول الله. ما رسول الله ماذا فعل؟ ذهب إلى الرجل وقال: بكم هذه؟ قال: بكذا. قال: ائتني بها واذهب معي حتى أعطيك ثمنها. الأمر الطبيعي أن يخرج الرجل البائع خلف هذا الشاب إلى بيت الشاب ليعطيه الشاب مالا من عنده، لكن العجيب أن الشاب أخذ البائع إلى بيت رسول الله، ثم طرق الباب ففتح له الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فقال الشاب: يا رسول الله، هذه حلة لك، أردت أن تلبسها، هي هدية لك يا رسول الله. لبسها الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانت أجمل ما يكون على رسول الله،
كأنها معدة لرسول الله، لبسها النبي وشكره عليها. ماذا حدث؟ حدث أمر عجيب. قال الشاك لرسول الله: هذا الذي باعها خلفي يا رسول الله أعطه ثمنها. أليست هدية لرسول الله؟ نعم هدية لرسول الله. أليس الرجل اشتراها لرسول الله؟ نعم اشتراها لرسول الله، لكنه فقير، لكن أرادها أن تكون لرسول الله وأراد أن يهتديها رسول الله. أخذها النبي منه وشكره عليها وأعطى بائعها ثمنها. هذا الرجل وللأسف الشديد الذي كان يحب النبي كان مدمنا للخمر، وكان هذا الرجل كثيرا ما يؤتى به إلى رسول الله ليقام عليه الحد، ثم يرجع فيشرب الخمر مرة ثانية. مرة شرب الخمر وأقيم عليه الحد، فقال بعض أصحاب النبي: هذا الرجل لعنه الله، فكثيرا ما يأتي إلى رسول الله ليقام عليه الحد يذهب فيشرب الخمر ويعود فيقام عليه الحد، ثم يذهب ويعود فيقام عليه الحد، لعنه الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: انظر إلى رحمة النبي وحلم النبي وعطف النبي وحب النبي حتى لمدمن الخمر، لأنه مسلم وإن شاء الله سيعود إلى رشد بهداية الله ومحبته لرسول الله. قال النبي لهم: لا تلعنوه. نهى النبي عن لعن الرجل الذي يشرب الخمر، ليتعلم أمة الإسلام من رسول الله كيف يكون الخلق. إنه خلق النبي الذي وصفه ربنا أجل وصف، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي قال: لا تلعنوه، لا تكونوا عونا للشيطان عليه. الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، ورحمة النبي تتجلى في أعلى درجاتها يوم القيامة، يوم الشفاعة، شفاعة النبي العظمى للنبي محمد. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما تزفر جهنم زفرا، وحينها ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا قال: نفسي نفسي اللهم سلم سلم. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم، هذا اليوم يوم عصيب، يوم مقداره 50,000 سنة، الناس يقفون تحت حرارة الشمس، والشمس فوق الرؤوس بلهيبها وحرارتها، الناس بعضهم يكلم بعضا: ألا ترون ما نحن فيه؟ لنذهب إلى أحد ينقذنا من هذا الأمر. يقول بعضهم إلى بعض: لنذهب إلى آدم أبو البشر. يذهب البعض إلى آدم أبو البشر ويقولون: يا آدم، إن الله عز وجل خلقك بيده وأسجد لك الملائكة، يا آدم ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند الله، سل الله. فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله. آدم عليه السلام يقول: نفسي نفسي، إنه كانت لي دعوة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. يذهبون إلى نوح عليه السلام: يا نوح، أنت أول رسل الله عز وجل إلى الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ سل الله، اشفع لنا عند الله. يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله بعده. اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. يذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون ما قالوا لمن سبقه من الأنبياء، فيقول: كانت لي 3 كذبات، ودعوت الله عز وجل، نفسي 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 نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيذهب إلى موسى ويسألوه أن يشفع لهم، فيقول موسى: إني كان لي دعوة ودعوت الله عز وجل. لما ضرب موسى القبطي قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. لما ضرب القبطي فمات قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيذهب إلى عيسى عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا
لم يغضب مثله قبل ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر عيسى ذنبا فعله. اذهبوا إلى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، فيذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا محب، لكل نبي دعوة، تعجل كل نبي بدعوته إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خبأ وأرجأ أجل دعوته إلى أمته يوم القيامة. لم يدعو النبي لفاطمة، ولم يدعو لعائشة، ولم يدعو لخديجة، لكن من حب النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أخر هذه الدعوة لأمته يوم القيامة. انظر يا محب أين أنت من الحبيب محمد. لقد أخر النبي دعوته حبا لنا، شفاعة لنا، حتى ينقذنا من النار صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو رسول الله. النبي يقول: فأذهب فأسجد تحت عرش الرحمن، فيلهمني الله عز وجل بمحامد لم يعلمها أحدا قبلي، لم يعلمها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول: يا رب أسألك أمتي، أسألك أمتي. فيقبل الله عز وجل شفاعة النبي محمد ويقول: يا محمد أدخل من أمتك من الباب الأيمن من الجنة من لا حساب عليه، وهم شركاء مع الأمم في باقي الأبواب. النبي يشفع ويسأل الله، فينزل ربنا عز وجل إلى عباده نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. النبي يدعو ربه فيستجيب رب العزة جل وعلا لحبيبه، وينزل ربنا ليقضي بين عباده. هذا هو الحبيب يا محب. تقول عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس، فقلت: يا رسول الله ادعو لي. فدعا لي النبي وقال: اللهم اغفر لعائشة، اغفر لها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. تقول عائشة: فضحك، فقال لي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ قالت: ولم لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ قال: يا عائشة والله إني لأدعو لأمتي دبر كل صلاة: اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. هذا هو دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا. يدعو لنا النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة. انشغل النبي بنا صلى الله عليه وسلم في حياته، رفع راية الإسلام وجاهد، ما نام النبي كانت حياته جهاد وكفاح ليصل إلينا الإسلام، ومع ذلك يخاف النبي علينا حتى بعد موته. النبي يخاف علينا من النار ويرجو لنا الجنة، فأين نحن من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لنرجع إلى سنة النبي، ولنهتدي بهدي النبي، ونسير خلف منهج النبي حتى نسعد في الدنيا والآخرة. هذا هو الحبيب يا محب، هذا هو رسول الله يا محب.